تنعقد الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 22 وحتى 29 من مايو الجاري بالقاهرة. وقد أكد المشاركون في المؤتمر على أهمية الحوار الاجتماعي، محذرين من أن التطور الاصطناعي من أهم التحديات التي تواجه المنطقة. التحديات كثيرة، احنا طارحين في مؤتمر العمل العربي تقرير المدير العام، وهو الحوار الاجتماعي من أهم الأشياء اللابد الآن لكل الدول أن يكون هناك الجلوس على طاولة الحوار الاجتماعي وبحث القضايا مجملة. التحديات كثيرة، هناك الرقمنة التي دخلت بقوة على سوق العمل العالمي ويخصنا نحن في المنطقة العربية، بأن هذه الأنماط الجديدة للعمل ماذا ستقدم وماذا ستخلف أو ستؤثر خلال الفترة القادمة من إيجاد فرص للعمل، ما يصير هناك تقليص للوظائف الموجودة. ينعقد المؤتمر هذا العام على ضوء ما قدمته منظمة العمل العربية سواء في مجلس إدارتها أو في المؤتمر السابق من مشاريع يسعى المؤتمر دائما لتحقيقها من خلال تعاون الدول العربية فيما بينها. ما ميز مؤتمر منظمة العمل العربية هذا العام هو عودة سوريا، عودتها إلى الجامعة العربية وعودتها إلى مقعدها في منظمة العمل، وكان هنالك ترحيبا واسعا بهذه العودة الميمونة.